عنترة بن شداد العبسي، شاعر الفروسية والغزل العفيف، قال في معلقته من بحر الكامل: هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي، طورا يجرد للطعان وتارة يأوي إلى حصد القسي عرمرمي. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. وإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. في حومة الحرب التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غيرة غمغم، لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذمم. يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم.